يا اهلا وسهلا، صباح الخير بالمشاهدين، وكل عام وانتم بألف خير. واليكم في هذا الفيديو الريتنج الاسبوعي وجديد اخبار المسلسلات التركية. المسلسل الجديد اياز مرده الى جونيش، وابتداء من شهر يوليو المقبل سوف تبدأ قناة دي التركية ببث الدراما اليومية الجديدة اياز مرده الى جونيش. وابطال المسلسل هما كل من الممثلة هيرا كوينجي اولو بدور جونيش، وبراندا تونجا بدور اياز. وقصة المسلسل وباختصار بين فتاة الجامعة ورجل الأعمال، وهذا المسلسل أخرج من قبل المخرج أزجور باك، ومن المسلسلات التي أخرجها في الماضي مسلسل هيا لنذهب. مسلسل حياة الرائعة بصمة مميزة، وبحكم قصة المسلسل الشيقة والمليئة بالأحداث دون توقف بلمسة كوميدية جميلة، قصة المسلسل ساهمت وبقوة بنجاح المبيعات الدولية لمسلسل حياة الرائعة، حيث انجذب الكثير من المشترين من قنوات العالم لشراء المسلسل لتميز قصة المسلسل، حيث من بين الدول التي تعرض المسلسل بالدبلجة المحلية هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال منصة فيو مدبلجا للعربية. أما ومؤخرا وخلال الأسبوع الماضي تمكنت الشبكة الإسبانية الأشهر ميديا ست في إسبانيا من شراء مسلسل حياة الرائعة ليعرض على أحد القنوات التابعة للشبكة. ولماذا يا ترى مسلسل حياة الرائعة بصمة مميزة في تاريخ الدراما التركية؟ السبب هو أن شبكة ميديا ست أعلنت عن امتناعها عن شراء أي مسلسل تركي أو غير تركي أو أمريكي وغيرها ذات القصص المكررة، ومن بعد مرور سنة كاملة دون قيام الشبكة بشراء أي مسلسل تركي عاودوا الآن ومن جديد، ذلك من بعد انقطاع طويل بشراء مسلسل حياة الرائعة لأنه صاحب قصة مميزة. أضخم صفقة على وشك أن تبدأ. متابعي الدراما الكورية بالتأكيد هم على دراية باسم شبكة القناة الإنتاجية الأضخم في كوريا، وهي قناة MBC الكورية. ومؤخرا وخلال الأشهر الماضية من خلال معرض ميب تي في الدولي، توصلت شركة MF صاحبة أشهر الإنتاجات التركية المقتبسة عن الدراما الكورية مثل مسلسل نبضات قلب وغيرها بالتوصل إلى اتفاق ثقيل من نوعه مع الجهة المنتجة في قناة MBC الكورية، وهي بشراء العديد من المسلسلات الكورية وتحويلها إلى مسلسلات تركية. وقريبا سوف يكشف شيئا فشيئا عن المسلسلات التي سوف يتم اقتباسها. مسلسل الممثلة إيرام هلواجي أولو الجديد التوت الأسود، مسلسل تم الإعلان عنه في السابق من قبل شركة تيمز أن بي، والذي سيعرض في الموسم الجديد ألا وهو شهر سبتمبر. وتم اختيار الممثلة إيرام هلواجي أولو بطلة للمسلسل، والقصة حول الزهال وهي خبيرة تنمية بشرية، وهذه القصة من كتابة الكاتبة سيرما يانيك. ومن أشهر مسلسلاتها في الماضي مسلسل فضيلة وبناتها وأسميتها فريحة وإسطنبول الظالمة وأبناء الإخوة. ومسلسل التوت الأسود هو سيكون عودة الكاتبة سيرما من بعد انقطاع طويل عن كتابة المسلسلات، وآخر مسلسل قدمته للمشاهدين كان مسلسل عندما تختبئ أمنا. ومخرج مسلسل التوت الأسود سيكون هو المخرج مراد سرتاش أولو، مخرج المسلسلات الشهيرة مثل فضيلة وبناتها وكان يا مكان فتشكروفا والوردة السوداء. ومن سيكون بطل المسلسل بجانب إيرام قريبا سوف يعلن عن اسمه. فشل فيلم الهروب من الظلام. وفي نهاية شهر مايو الماضي بدأت دور العرض السينمائية في تركيا بعرض فيلم الهروب من الظلام بطولة توانا تركاي وصرحات يومان. وبالرغم من قصة الفيلم المميزة عن الغموض والرعب، إلا أن الفيلم لم يحظى على إقبال وبلغ عدد مشاهدي الفيلم 5000 شخصا فقط. المسلسلات القديمة بديل المسلسلات الصيفية. من المعروف بأن الموسم الصيفي لهذا العام هو الأقل إنتاجا وجودة مقارنة بالأعوام الماضية، حيث الموسم الصيفي الحالي بالكاد هنالك مسلسلات تذكر على عكس المواسم الماضية التي كان يفوق عدد مسلسلاتها 15 مسلسلا. أما هذا العام هنالك مسلسل واحد فقط وهو الكذبة، بالإضافة لبضعة المسلسلات الرقمية الصيفية. وكل ذلك يعود بسبب سوء الأوضاع
الاقتصادية في تركيا التي منعتهم من إنتاج المسلسلات الصيفية وتوفير الأموال لمسلسلات الموسم الجديد. وهنا أصبحت القنوات التركية في ورطة لأنه لا يوجد مسلسلات صيفية تعرضها خلال الموسم الصيفي، ولذلك قررت القنوات التركية إعادة بث بعض المسلسلات الصيفية القديمة. فمثلا قناة ناو أو فوكس سابقا بدأت بإعادة مسلسل أنت أطرق بابي، وكذلك غيرها من القنوات. ومع آخر التطورات من كواليس فيلم حب من نوع آخر بطولة باريش أردوس وهاند إرتشال، انضمت إلى الطاقم الممثلة جوزديم متلوار. الفيلم الجديد آلام الجيل وافق كل من الممثلة الميل لأدا والممثل أمين جونانش على بطولة الفيلم السينمائي الجديد آلام الجيل. وقصة الفيلم عن أصدقاء الطفولة والذين أصبحوا طبيب ومعلمة، وقريبا سوف يبدأ بتصوير الفيلم، أما موعد عرضه غير معروف حاليا كونهم لم يبدأوا بعد بتصوير الفيلم. موعد الموسم الثاني من مسلسل المتوحش. رسميا أعلنت شركة إنتاج مسلسل المتوحش وهي شركة نيتيجي ميديا لكامل طاقم المسلسل من الممثلين وطاقم خلف الكاميرا بأن يكونوا على استعدادية تامة في نهاية شهر أغسطس القادم للعودة إلى مواقع تصوير المسلسل لتصوير الحلقات الأولى من الموسم الثاني، مع العلم بأن كاتب المسلسل تم تغييره. ومن سيكون كاتب الموسم الثاني هو الكاتب يكتاتورون ومن أعماله السابقة مسلسل الياقة المغبرة. يذكر أن الموسم الثاني من مسلسل المتوحش إن لم يحقق نسب مشاهدة عالية في بداية حلقات الموسم الثاني فسوف يتم إيقافه فورا. من هي شركة الممثل كيران بورسيان؟ وقبل أسابيع أعلن بأن شركة القمر تمكنت من شراء حقوق سيناريو الفيلم الروسي ابن الغني لإنتاج النسخة التركية من الفيلم، وتم اختيار الممثل كيران بورسيان بطلا للفيلم، والآن تم اختيار الممثلة ميليسا سيزن لتكون هي شركته في البطولة. وقصة الفيلم تتحدث عن رجل أعمال سئمة من أفعال ابنه المدلل ويقرر تأديبه بشكل ليس له مثيل ضمن أحداث شيقة. We'll be right back.